يستمر العمل في مشروع مجاري سمراء الكبير الذي بدأ العمل به نهاية العام الماضي، وهو أحد أهم مرتكزات البنى التحتية للمدينة، والذي تشرف على تنفيذه دوائر القضاء تحت إشراف مباشر من محافظ صلاح الدين. الزميل سيف السامرائي ينقل لنا التفاصيل. يستمر تنفيذ أعمال مشروع مجاري سامراء الكبير بمتابعة يومية من قبل الحكومة المحلية لمدينة سامراء لأهميته في خدمة المدينة. مشروع مجاري سامراء من المشاريع الاستراتيجية لخدمة المدينة لمستقبل ما يقارب 10 إلى 15 سنة. العمل يسير بصراحة بخطى نراها كوحدة إدارية تحتاج إلى سرعة، لكن يعمل المهندس المقيم والشركة حسب لقاءاتنا وتواصلنا المستمر بموجب فترة زمنية محددة بموجب المواصفات الفنية، لكن رغبتنا كوحدة إدارية من أجل أن يتزامن هذا العمل مع المشاريع الأخرى المحالة من قبل محافظة صلاح الدين كي يكون عملا مزدوجا نخدم به مدينة سامراء. في غالب الوقت هنالك تفاصيل كثيرة يتم إعلامنا بها، نعطيه العذر، لكن في غالب الأمر العاطفة داخل مدينة سامراء ونحن كوحدة إدارية أمنا أن يكون العمل بسرعة وأن ينجز خدمة لمدينة سامراء. بالرغم من دخول فصل الشتاء الذي يشكل عائق نسبي في العمل، لكن نسبة الإنجاز وصلت ما يقرب من 40%. العمل جاري في أغلب فقرات المشروع والمتمثلة في أحياء داخل قضاء مدينة سامراء المقدسة، والمتمثلة بإنجاز منطقة الجبيريات الثلاثة ما عدا الأولى والجبيرية الثانية، كذلك منطقة المعمل من حيث خطوط المياه للأمطار، وكذلك نسب إنجاز جدا متقدمة في خطوط مياه الأمطار والثقيلة في منطقة الخضراء والشهداء والمثنى، كذلك نسبة إنجاز أيضا متقدمة في منطقة القاطول. أما بالنسبة للمعوقات التي تعيق تنفيذ المشروع، هو فقط الروتين الإداري المتمثل باستحصال الموافقات الأمنية في إدخال الأشخاص المتخصصين في تنفيذ فقرات المشروع من الكوادر، واستحصال الموافقات الأمنية في المبيت. كذلك النقطة الرئيسية التي ما زالت تعيق تقدم المشروع هو عدم وجود مبازل ممكن تصريف المياه الناقلة عليها. أما من حيث التعاون فالتعاون مثمر ومجد من قبل الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين المتمثلة بالمحافظ السيد المحترم، أو في الحكومة المحلية في القضاء المتمثلة بالسيد القيمقام المحترم، وإن شاء الله سننجز المشروع في الوقت المحدد من قبل الوزارة. مشروع يعني صراحة جيد فاد المنطقة، يعني إحنا هاي حي المثنى كنا نحلم نصير بها مجاري، يعني هاي خلينا نقول قاع صحراء، بس هسه الحمد لله والشكر الإنجاز مالهم 100%. تتجه أنظار أبناء مدينة سامراء إلى مستقبل مدينتهم من خلال نجاح هذا المشروع الذي يعد الحجر الأساس في البنى التحتية للمدينة. لقناة صلاح الدين سيف السامرائي، سامراء.